قبل وفاته حضرت جنازة مفيد فوزي؟ طبعا حضرته. طبعا. ايه اللي حصل؟ لان ساعتها حصل دربكة على السوشيال ميديا وقال لك القبر مش عايز، النعش مش عايز يدخل القبر. بقولك ايه، انت كنت موجود. ما هو ده نفس برضه نفس الفكر بتاع اللي انت كده فتقتلي، انت اللي غاويتيه، ده نفس الفكر. قبر ايه اللي ما كانش عايز يفتح؟ حته بتاع سوكه في الخشبه بتاع دخلوها ودفن الرجل. الراجل فيه حرمه للميت، ودي فتنه، لانه قعد رموز اخواننا المسيحيين الاقباط. طب وهو رمز كبير هاجم فيهم برضه، وكانوش بيحبوه، وكان رجل جميل وكان صديقي. انا افتخر ان الكاتب الراحل مفيد فوزي كان صديق ليا، صديق ليا. اخر مره كلمته كان امتى؟ برضه حصل حاجه غريبه. ايه؟ بكلم، عرفت انه عيان، كلمت حنان. بنته. نعم. حنان مفيد فوزي. زميله طبعا. عالميه حنان مفيد فوزي. طبعا. فقالت لي، قلت لها ده حبيبي، قالت لي عارفه، وهي عارفه علاقتي بيه، هو يحبني جدا وانا احبه جدا، ولازم نتقابل بشكل اسبوعي، يا عنده في البيت يا عندي في البيت. شوفي بقى العلاقه عامله ازاي ما بين، هو يعني اكبر من والدي كمان، لكن كان راجل من الذكاء انه يعرف يصادقني ويعرف يعني يصح. ده كان صاحب كارما، وكتب مقاله عن كارما بنتي. فقالت لي روح له، ده مكتئب جدا وانا عارفه ان انت اللي هتفك. ووضبت لنا ميعاد ورحت قعدت معاه، واداني كتاب وكتب لي عليه اهداء جميل الى صديقي الفنان تامر عبد المنعم، وقال وحشتني، كنت عيان يعني الفتره، وحشتني ايامنا الجميله وجلساتنا الممتعه. وبرضه شعرت وانا ماشي كده، حتى قلت لرنا مراتي الراجل ده في حاجه هتحصل، بقيت عامل زي عزرائيل كده. حسيت انه برضو ده لقاء الوداع. حسيت ان ده لقاء الوداع. حسيت انه لقاء الوداع بيبان على فكره. بيبان. شعرت ان ده كان لقاء الوداع. قال لك حاجه مميزه؟ قال لك حاجه تفتكرها في اللقاء ده؟ قعدت اقول له، كانت ايده كانت اتكسرت الاول وتعالج. وهو كان على فكره شخص محب جدا للحياه. ومحب جدا للوطن. وكان صريح. وكان مذاق يعني له نكهه كده. مفيد فوزي علامة يعني. أصلك وفصلك الفقرة دي خلصت؟ كل ده كنا في فقرة واحدة؟ أصلك ده أنا وفصلك. قلت الحلقة خلصت. ده أصلك وفصلك. صحيح. كتير.